فيديو النهاردة شباب هنتكلم فيه عن أحسن طريقة تحترف بها المونتاج وكمان تكون محترف، بمعنى كلمة محترف في إنشاء التأثيرات والمونتاج بشكل عام، وإن أنت تنتج فيديوهات لنفسك سواء عايز تبدأ على اليوتيوب أو عايز تشتغل كفريلانسر في مجال زي مجال الفيديو إيديتنج اللي مطلوب جدا عامة. فعشان تفهم كل حاجة وتوصل لمستوى الاحتراف بمعنى كلمة الاحتراف في المونتاج، تابع معايا الفيديو بعد الإنترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا، معكم المهندس محمد جمال ودي قناة الحرف التقني. دايما يا شباب بنواجه بعض المشاكل بخصوص العمل على الانترنت. من أهم المشاكل دي بصراحة هي عملية المونتاج اللي انت بتقوم بيها علشان تشارك الفيديوهات الخاصة بيك سواء على يوتيوب أو أي منصة فيديو تاني. لكن بصراحة الموضوع كان متعب جدا بالنسبة لنا كشخص معين، يعني بشتغل على يوتيوب، فالموضوع كان متعب بالنسبة لي لأن أنا ما كنتش محترف في المونتاج. لحد النهاردة أنا يعتبر من المتوسط المستوى لأن أنا أساساً ماليش شغل في المونتاج أو يعني، لكن شغل المونتاج شغل مهم جداً بالنسبة لكل الناس اللي بتشتغل على الإنترنت، والموضوع مش صعب على فكرة، الموضوع سهل جداً. علشان كده حابب أفهمك الدنيا هتمشي معاك إزاي، وهقول لك الطرق اللي أنت تختار بيها المونتاج، وكمان هعرفك على أنواع برامج المونتاج اللي أنت هتقدر تستخدمها. لكن بشكل عام زي ما بقول لك بقى المونتاج حاليا في اطار عمل معظم الناس بقى حاجه اساسيه، زي حالاتنا مثلا كيوتيوبرز بنحتاج المونتاج، حالات ناس كتير جدا بتوع فيديو كليب، او مثلا ناس بتعمل فيديو اديتنج الفيلم مثلا او كلام من ده، كل الناس دي بتحتاج المونتاج بشكل عام علشان تقدر تشغل نفسها وتشتغل. وكمان بقى من اكتر المهن المطلوبه في العمل الحر، ومكلف جدا لو انت عايز تشتري حد يعمل لك مونتاج لفيديو واحد. طيب يا شباب، عملية المونتاج بشكل عام هي ان انت تاخد اكتر من فيديو او اكتر من صورة، او فيديو طويل وفيديوهات قصيرة، او صور وفيديو طويل، او صور وفيديو قصير، علشان تخليهم فيديو واحد او كل اللي احنا قلناه كده وتخليه في فيديو واحد بس. علشان كده ده هو المونتاج، ان انت بتاخد كل الحاجات دي وتعمل مقاطع وفيديوهات مؤثرة بيها، او بمعنى صح بتعمل بين كل صورة وفيديو انتقالات وتأثيرات على الصور دي، وتحاول تعدل في الكار كوريكشن والكلام ده كله علشان توصل للنتيجة النهائية مثلا اللي انت بتتمناها او اللي انت عايزها. طبعا الكلام ده سهل جدا ان انت تعمله، فما تحاولش صعب على نفسك الموضوع، الحكاية سهلة مش صعبة. اول حاجة عايزين نتكلم عليها وهي انواع برامج المونتاج. في برامج بسيطة جدا اللي اي حد يقدر يشتغل عليها زي وندر شير ايديتنج وزي كامتازيا، والبرامج دي من السهل ومن الهايف ان انت تعمل عليها فيديو تعديل على الفيديوهات اللي انت عايزها، ودي برامج بتمتاز بالبساطة المتناهية بصراحة في ان انت تقدر تطلع كواليتي كويسة وكواليتي مقبولة برضو ببرنامج سهل وبسيط ومش هتحتاج منك اي خبرة او حتى تعليم للمجال. تاني نوع من انواع برامج المونتاج يا شباب هي برامج المونتاج المتوسطة، وانا بصراحة الله بفضل في برامج المونتاج المتوسطة في المورا، وكمان برضو بفضل برنامج سوني فيجاس. البرامج دي بتديك القدرة ان انت تطلع فيديوهات احترافية بشكل بسيط وسلس، علشان البرنامج نفسه بسيط وسلس. طبعا انا مهما اتكلم عن البرنامجين دول مش هقدر اقولك او فيهم حقهم، لان دول البرامج اللي انا بعتمد عليها فعلا على القناة. انا بعتمد يا جماعة على فيلمورا في القناة عندي في الايديت وكل حاجة، وده لان فيلمورا برنامج بسيط جدا وسهل وبيديني كل اللي انا محتاجه بشكل بسيط. وبشكل عام كده هو من البرامج اللي تعتبر واجهة بسيطة لكن اداء متوسط. طبعا محمد انت كده اتكلمت معانا عن البرامج البسيطة والبرامج المتوسطة، وجي الدور يا باشا للبرامج الاحترافية. انا عامة ما بشوفش في البرامج الاحترافية غير شركة واحدة وهي شركة ادوبي، سواء برنامج ادوبي بريمير برو والخاص بالمونتاج واللي بيديك مجال مفتوح جدا لكل اللي انت تخيله علشان تعمله في المونتاج بتاعك، وكمان بيبقى سهل جدا وممتع جدا معك. برنامج بريمير برو من اقوى البرامج اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، على يعني بص على مر السنين هو المسيطر الامثل للمونتاج. في فاينل كات، وفاينل كات يا جماعة متخصص زي البريمير مثلا بس بيتكلم مع اجهزة الماك. في بقى دافنجي ريزولف، والبرنامج ده من عمالقة التلوين في العالم. اعتقد ان الثلاث برامج لا خلاف عليهم من اقوى البرامج اللي انت ممكن تستخدمهم، لكن انا عن نفسي بشوف برامج ادوبي علشان التكامل والتزامن اللي بينهم بيبقى افضل بكتير. طبعا ادوبي بريمير برو انا ما بقدرش اشغله عندي الفترة دي لان بياخد معايا وقت كبير جدا في المونتاج، مش بسيط زي في المورا،
لكن هو من أطول البرامج، وكمان تكامله مع حاجة زي أدوبي أفتر إيفكت بتخليك تعمل سينما كاملة من الخيال لو أنت حابب. فدي أقوى حاجة أنت ممكن تبدأها. طبعا بقى أنت دلوقتي بتسألني يا باشا طريقة للاحتراف هيبقى إزاي. بالمختصر المفيد أنا شرحت لك الأنواع بتاعة برامج المونتاج علشان حاجة واحدة بس، وأقول لك إن أنت يبدأ بالبسيط ثم المتوسط ثم الاحترافي. بالمختصر أنا كشخص لسه هبدأ في مجال زي المونتاج هحتاج حاجة بسيطة مش معقدة، مثلا ما تعقدنيش من المجال بسرعة، فهبدأ ببرنامج بسيط وعلى سبيل المثال نقول كامتازيا. بعد ما احترف واطلع من كامتازيا أقوى ما ممكن إن أنت تطلعه من كامتازيا، وتبقى عايز تعلي أكتر من إمكانياتك، هتبدأ تروح مثلا لبرنامج زي سوني فيجاس أو فيلمورا. بعد ما تخلص مع سوني فيجاس أو فيلمورا هتبدأ تروح لأدوب بريمير أو فاينل كات أو دافينشي ريزولف. البرامج دي بتساعدك جدا وبتديك الباور ان انت تكمل وتعمل حاجات من ابداعات الخيال. وكل حاجة، كل البرامج، كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو هتلاقوه في الرابط اسفل الفيديو، فما تنسوش تروحوا تشيكوا على الرابط ده وتاخدوا اللي انتم محتاجينه منه. كمان هتلاقوا معلومات اكتر ومفصلة اكتر في الرابط. ولحد هنا بقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن قبل ما نقفل الفيديو ما تنساش تعمل لايك، شير للفيديو، سبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس، واشوفك في الحلقات الجاية ان شاء الله.